لإعلان المسيرة الخضراء المضفرة التي أطلقت يوم 6 نوفمبر 1975. هذا اليوم التاريخي الذي نتذكره كثيرا، وإن كنا حاليا الجيل الثاني أو الثالث للمسيرة الخضراء، لكننا في ذاك الوقت أتذكر كنت طفلا صغيرا، ربما في السنة الأولى أو الثانية ابتدائي. وأتذكر كذلك يوم كانت الحافلات تقوم بنقل، أتذكره بكل صراحة، أتذكر ذلك اليوم والحافلات وجميع سكان المغرب الأبي قد لبوا النداء، نداء المرحوم الحسن الثاني رحمه الله. أتذكر وأنا طفلا صغيرا، وها أنا اليوم وقد اشتعل الشيب في رأسي، ولكن لازلنا نحتفل بهذه الذكرى العظيمة، ولازال المتطوعون أحياء يخلدون هذه الذكرى كما يخلدون ذكريات أخرى. أتمنى لهم طول العمر. وبالمناسبة كذلك هنا من موقع إيتيدين أرحب بالمندوبة الإقليمية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير التي جاءت لتشارك معنا هذا الحفل البهيج، كما أرحب بها ليس فقط بصفتي قائدا على منطقة إيتيدين، ولكن كذلك لأنها ابن خالتي. جماعتنا الصفاء كي نعمل جميعا في هذه المدينة، هذه مدينة الأبطال ومدينة المقاومة ومدينة التي قرأنا خريطتها في التاريخ وفي الجغرافيا، إنها مدينة المقاومة بامتياز. نرحب كذلك بالسيد النائب البرلماني المحترم والسيد رئيس الجماعة القروية لإيتيدين على حسن استقباله ليس لنا فقط، وإنما كذلك لعموم الحضارين. إذن بين هذه المناسبة، وإن كانت الكلمة تجارية، عفوا لم أكن على علم بتقديمها، ولكن أقسم بالله أنه بهذه المناسبة أمام هذه الأوجه البشوشة، لو كنت على إيمان بذلك لقمت بإعدادها يوما أو يومين.